السلام البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ تنتمنى تكونوا باحسن الاحوال. جيتكم هاد النهار بفيديو جديد، تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه. الى الفيديو القادم ان شاء الله. النهار الاربعاء في العشيه جبت البنيتات يلعبوا ويبدلوا الجو من جو كما تتشوفوا خاوي وكار وما فيش الناس بزاف. سيرتو هذا النهار كان الجو شويه بارد. هذا النهار الاربعاء في العشيه خرجت البنيتات يلعبوا كما تتشوفوا، واخا كان الجو شويه بارد ما حنايا بدا الجو تيبرد عندنا. هذا العام الصيف كان شويه ناقص، اغلبيه الوقت كان البروده، وهاد اللاك ماشي بعيد عليا، غير 10 دقائق بالسياره. وكما تتشوفوا زوين، وباش يكون الجو سخون تيكونوا فيه الناس بزاف والدنيا عامره والناس تيعوموا، خصوصا في هذاك اللاك الوليدات الصغار. واخا تنجيب وليداتي ما تنخافش عليهم يغرقوا فيهم، دايرين ما بين الوليدات اللي عندهم من عام 3 سنين دايرين لهم بحال الشكل ديال واحد الخط بحال باغيير ما يفوتوش، وزوين. واللي عنده الوليدات ما بين عام 3 سنين ما يخافش عليهم، هو اصلا ماشي غارق وقريب ليا وحسن من لابيسين. وخليكم معايا الى نهايه الفيديو. ومن بعد ما وصلت البنات للمدرسه جيت نشارككم واحد الكيكه سهله، المكونات ديالها موجوده في اي بيت، كانوا تيديروها لنا الامهات ديالنا وحنا صغار، اللي هي كاس ديال الزيت، كاس سنيده، 4 المعالق ديال الكوك عامرين، 4 ديال البيضات بحراره المطبخ، خماره ديال 11 غرام، سكر فاني والدقيق حسب الخليط، ومول ديال 22 سنتيمتر، وفين نديرو الخليط. هادشي اللي كاين. من بعد ما تندير البيض تنزيد عليه سنيده وتنطرب وتنطربو مزيان حتى يرجع بيض. ومن بعد ما تضاعف حجم الخليط البيض وسنيده تنزيد كاس ديال الزيت، ومن
ومن بعد تنزيد ديك 4 المعالق ديال الكوك وتنخلط الجميع عاوتاني. نسيت ما زدتش قبيصه ديال الملحه، انا زدتها. ومن بعد تنبقى نزيد الدقيق شويه بشويه، الدقيق تنزيد شويه بشويه وتنخلط وتيبقى الدقيق على حسب الخليط. والخمارة تنزيدها هي التالية، انا ديما الخمارة تنخليها هي التالية، نزيدها وتنكمل صافي. ومن بعد ما تنمزج الخليط كامل تنكبو في المول بحال هكذا. ومن بعد تنشعل الفران على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة، وتنشعلو من الفوق ومن التحت، وتندير الكيكة ديالي في الفران، تندخلها الفران. ومن بعد ما خرجتها من الفران خليتها تبرد، دردرت عليها شويه ديال السكر كلاصي وتنقدمها لكم بالصحه والراحه. وها نتوما شوفوا جات مفشفشه، ماشي وهشيشه، جات بزاف ومع السلامه الى الفيديو القادم ان شاء الله.